ولا شك أنكم لمستم في الفترة الماضية نتائج التدابير الهامة التي أقرها السيد رئيس الجمهورية بغرض توطيد أواصر تواصلكم وتفاعلكم وترابطكم مع وطننا الأم على مختلف المستويات وعلى الكثير من الأصعدة، سواء فيما يتعلق أولاً بالمسائل ذات الطابع الاجتماعي مثل التكفل بمصاريف عديد الخدمات والتجند للدفاع عن حقوق المواطنين الجزائريين بالخارج وتوسيع النظام الوطني للتقاعد ليشمل الرعايا الجزائريين بالمهجر، وكذا تخصيص حصص من السكنات الاجتماعية لفائدتهم في إطار البرامج الوطنية للسكن. جزائر اليوم مختلفة تمام الاختلاف عن جزائر الأمس، وجزائر اليوم هي جزائر الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي، وجزائر اليوم تجني بوتيرة متسارعة ثمار النهج الإصلاحي والتجديدي الذي بدر به رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. إن هذه المسيرة التي ابتدأها السيد رئيس الجمهورية بإرساء قاعدة جامعة صلبة قوامها الاستقرار المؤسساتي والسياسي للبلاد، قد امتدت بعد ذلك لتشمل حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي وضعت نصب أولوياتها بناء اقتصاد وطني عصري قوي ومتنوع. لا يفوتني في هذا المقام أن أهيب بكم وبحسكم الوطني وبحنينكم للأمة وحرصكم على تقاسم كل ما يعنيها للمساهمة في إنجاح الاستحقاق الانتخابي الهام الذي تقبل عليه بلادنا يوم 7 سبتمبر المقبل. إن هذا الاستحقاق له من الخصائص والميزات، وأقول هذا جازما ومخلصا، أن هذه الانتخابات تعتبر محطة مفصلية لدعم استتباب الأمن والاستقرار الذي حققته بلادنا